الحادث المأساوي اللي هنشوفه ده، الشاب صغير وبيزق العربية، فجت عربية من الخلف، يعني مشهد مأساوي للأسف الشديد، أو زي ما أنتم شايفين يعني لا يمكن. ده واحد إما اللي جاي من الخلف ده يعني إما إنه يعني نايم شارب ضايع، لأنه العربية اللي قدامه ماشية بطيء، والولد اقعدوا تخيلوا المشهد ده كده، الواد اتزنق بين العربيتين بشكل يعني لما بتخيله شايفين ما كانش فيه ما يدعو أبدا لده، يعني مفيش ما يدعو ابدا لده، في مساحه ومسافه من بعيد انه الناس تتفادى ده. ايه الجنون اللي حصل ده؟ اسلام اللي توفى ده عنده 19 سنه، واسلام المصاب ربنا يقومه بالسلامه هو عنده 19 سنه، استاذ يحيى الخضر مرسي والده. يا استاذ يحيى اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يقوم لك اسلام ان شاء الله بالسلام. ربنا يخليك يا استاذ. وقول لي اسلام حالته ايه دلوقتي؟ والله اسلام حضرتك دلوقتي يعني يا ريت اي حد بيسمعنا يدعي له بس ان هو ربنا يقومه بالسلامه، ودلوقتي في العنايه المركزه، يعني عايز اقول لحضرتك اللي هو يعتبر ميت. يعتبر ميت. يعتبر ميت. الاطباء قالوا لك ايه حالته ايه؟ حضرتك انا من احكي لحضرتك من الاول خالص، اسلام حصلت له. هو بيشتغل على العربيه دي ولا ايه؟ لا حضرتك هو شغال امن في الجراج، العربيه دي كانت متفرقه من الجراج، هو شغال امن في الجراج. يعني هو كان بيزقها بس يعني. السواق جاله قال له العربيه ما بتدورش بس نزقها مع بعض، عدى في شاب اللي هو متصاب معاه ده. شايفين يا جماعه في مسافه، وهو لازم يبقى شايف لانه الراجل طلع خلاص على الطريق. طلع اهو خلاص. وحضرتك الطريق مقفول قدامه يمين وشمال، الطريق مقفول. يعني انت حضرتك لو تاخد بالك في عربيه خضراء جايه في الوش وعربيه بيضاء راكنه على اليمين، انا عايز اعرف هو كان رايح فين. انا الحقيقه مذهول زيك كده يعني، يعني مندهش يعني جدا من انه الناس يعني كان في امكانها الحادثة حصلت شيش. بالتاريخ بالوقت شيش. متحدد في الفيديو، انت فاهم ازاي؟ ده الكاميرا دي بتاعت الجراج اللي هو شغال فيه. تمام، حصلت الحادثة ديت، جت الاسعاف شالته، راحت بيه كذا مستشفى ما رضوش يقبلوه. ماشي، الكلام ده كان يوم الجمعة قبل الصلاة. ليه كذا مستشفى ما رضوش؟ عشان حالته خطيرة؟ عشان حالته خطيرة، فقال لك ودوه مستشفى الأميري اللي هي مستشفى الميري عندنا في اسكندرية. تمام، احنا وديناه مشهد تاني وتالت. انا بقعد اتخيل اسلام 19 سنة مش كده؟ 19 سنة يعني حضرتك. المهم احنا الاسعاف وديته على مستشفى الميري، وبعد كده اتصلوا بينا قالوا لنا طلعنا نجري، رحنا على المستشفى، قالوا يا جدعان ده خلونا نشوف ابننا. طبعا اخر قلة ادب الامن، عشان تخش يعني لازم اللي تطلعه قبل ما تخش، انت فاهم حضرتك ازاي؟ عبال ما وصلنا جوه الولا بينزف نزيف من كل حته، يعني في اي حته في جسم اسلام بتنزف. ماشي، طب يا جدعان كل جسمه بينزف؟ بقول لحضرتك كل حته في جسم اسلام بتنزف. اسلام جاله تسمم في الدم، اسلام جاله تسمم في الدم، اسلام عنده نزيف داخلي، انت فاهم حضرتك؟ طب يا جدعان الحقونا الولد، طب حد يشوفه، حد يعمله. يقول لك ماشي احنا اتصلنا بالدكاتره وهنعمله اتصال بمستشفى نريمان وهنحوله نريمان. الكلام ده حضرتك من الساعه 11 ونص قبل. اتمنى يا جماعه كل اللي يقدر يساعده صحيا وزاره الصحه، لانه اقعدوا تخيلوا يعني شاب بيشتغل عامل في جراج علشان ياكل عيش، عنده 19 سنه بيزق العربية بأمان شديد، يعني لأنه أي حد هيجي من خلفه يعني شايف، والعربية ماشية ببطء وطلعت خلاص على الطريق، وكان أمام اللي جاي من الخلف ده مسافات على أنه يتفادى المشهد يعني، إنما واضح إما أنه نايم متخدر في أي حاجة يعني. قول لي تم القبض على السائق الخلفي ده
يا عم يحيى. انا بس خليني احكي لحضرتك الحكايه بس يعني من اولها، عشان يعني انا عايز اوصل رساله بس. انا يعني مداخلتي مع حضرتك طبعا انا بشكرك لاهتمامك. حضرتك طبعا الولد رمى في مستشفى الاميري ديت اللي هي مستشفى الميري من الساعه 11 ونص يوم الجمعه، ما حدش عمل له اي حاجه، كل اللي عملوه له ان هم جبسوا له ايده، كان فيه في دقنه خيطوها له، وعلى الكشاف بتاع موبايل انا قالوا لي معلش تنور لنا الكشاف عشان نعرف نخيطوها له، انت فاهمني ازاي؟ طب الولا رجله بتاع مش عارف ايه، يقول لك ماشي احنا ابتسمنا الكلام دوت من يوم الجمعه 11 ونص كان في المستشفى لغايه ثاني يوم يوم السبت انا رايح مستلمه من المستشفى الساعه 10 الصبح، مش عاملين له اي حاجه اي حاجه، يعني هو كل اللي ربطينه له على رجله رباط بس، والولا نزيف يعني انا ناقل له زياده عن 8 كيس دم، فاهمني ازاي؟ ومفيش اي اهتمام، مفيش اي حاجه. طبعا خدنا الولد جرينا بيه، رحنا بيه مستشفى خاصه، مستشفى دار الاطباء، ماشي سيبنا فتره في نريمان، بعتنا لهم الصور على النت، جه الدكتور قال لك انا هعمل له العمليه، جه الدكتور عمل له العمليه، فاهم حضرتك؟ حصلت طبعا طيب ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، ونحاول نشوف يا جماعه. انا اتابع معاك يا استاذ يحيى، هنشوف مين اللي ممكن يساعده صحيح. لكن انا سالتك هو تم السائق اللي هو الخلفي ده النيابه حققت معاه يا ريت اتمسك. ده كان شاب عنده 15 سنه اللي كان سايق العربيه، واول ما حصلت الحادثه في الزحمه عمه ظهر قال انا اللي كنت سايق، جه الضابط خد عمه راح بيه الاسم، قعد مفيش 24 ساعه وطلع وخلاص على كده، ولا تقوم سألوا فينا ولا بتاع، قال لك يا عم خلي المحضر شغال، خدوا حقكم عن طريق الحكومه. انت يعني احنا لغايه دلوقتي من يوم الجمعه لغايه لا يعني انتوا لا لا, لا لا لم يتم العثور على السائق ده لغايه دلوقتي؟ ما هو حضرتك عمه قال انا اللي كنت سايق. انت فاهم ازاي؟ عمه اللي قال انا كنت سايق يعني. عمه اللي قال كنت سايق وهو اللي راح بداله النيابه، وهو اللي راح حط اقواله. طبعا احنا ما حدش جانا خالص فخد اقوالنا، ولا حد جه عمل لنا اي حاجه. طب وعمه تم القبض عليه؟ ايوه، وطلع من النيابه، طلع افرجوا عنه. لا لكن انتوا شايفين ان مش عمه اللي كان سايق يعني؟ لا مش عمه، ده بشهاده اللي حضرتك جميع السواقين اللي شغاله على الخط، كل الناس ما مش عمه، قالوا لك الولا يعني انت فاهم ازاي؟ عنده 16 سنه، عملنا محضر احنا في مستشفى الاميري للاطباء اللي هم محضر اهمال رقم 2 احوال بتاريخ 28/4/2017. طيب انا بشكرك الف شكر.